السلام عليكم ليكيب. زيوس ازير بزاف راهم يتسالوا واش راه صاري في الفيفا، واش هو المشكل مع اي اي سبورت ستوديو، وعلى تم نهايه الشراكه، وما مستقبل لعبه فيفا. كامل هذو راح نتكلموا عليهم بشكل كامل في فيديو اليوم. شكون اللي ما يعرفش فيفا؟ الاتحاد الدولي لكره القدم والهيئه المنظمه للرياضه الاكثر شعبيه في العالم، ومع توفر فرص الربح من خلال التسويق، بزاف شركات تحاول تخدم شراكة مع الفيفا لأخذ حقوق الترخيص والدعاية، من بينهم ماركة ملابس، علامات تجارية، وحد استوديوات ألعاب. ممكن نجو نهضرو استوديوات ألعاب، ندخلو العالم الجيمينج ونركزو على العلامة التجارية اي اي سبورتس. مكانش اللي ما سمعش اي اي سبورتس in the game. الشركة الموزعة والناشرة لأكثر من 40 سنة للألعاب، خدمت أشهر ألعاب كيما NBA Live، Fight Night Round، وأشهرهم لعبة فيفا. وهذه بعد علاقة منفعة تبادلية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. الشراكة دامت أكثر من 30 سنة، ومن كثر القوة العلاقة بيناتهم، شعار EA Sports كان يظهر في قمصان الحكام، وتلقاه في الدوريات الكبرى، وحتى تلقاه على الجوائز الفردية. ومع 2022 جاء الوقت باش يجددوا العقد من بنود الاتفاق مع عجبتش الاي اي سبورتس، وحاولت تفتح مفاوضات باش تفك الأزمة. فريق التسويقي لإي اي يعتبره ملوك التفاوض في الساحة، وكيتي قضية بالحقوق والأموال دائما يلقاو الحل الأفضل ليرضي الطرفين. ومع بنود التجديد الاتحاد طلب ضعف المبلغ بمعدل 2 مليار دولار في 4 سنين. هذه حاجة بزاف خيالية بالنسبة للمبيعات، وهذا اللي خلى اي اي تطلب الانفصال الودي كحل نهائي، وهذه بعد نهائيات كأس العالم بقطر 2022. سبب اخر خرج حول الانفصال وهو تطور فيفا The Ultimate Team اللي كان يعتبر مصدر عيش سنوي بالنسبة لاي اي بحقوق كاملة للاستوديو. شركة منافسة دخلت على الخط وحاولت تستغل الوضع، من بينهم Ubisoft، 2K، Activision. من يوبيسوفت وصلت بها تفتح مفاوضات جدية بتخدم خير بديل للعبة بعنوان فيفا 2K23 لسنة 2023، مع انه اي اي صرحت في بيان رسمي ان اللعبة لنسخة 2023 جاهزة للتسويق بشهر سبتمبر واكتوبر، واكدت انه راح تكون اخر نسخة للسلسلة، وراح ترجع باسم جديد اللي هو اي اي سبورتس اف سي. وبالنسبة للشركة المنافسة اي بديل عن اي اي، راح يضرب اكثر من عامين بيطور لعبة كيما فيفا، وحتى انه كامل بودلاء راح يخرجوا نفس اللعبة من حيث التصميم والغلاف، مع اختلاف كبير في التطوير، يعني جاميك هتجيبها هي، وهذا اللي راح يخليها ما تربحش كيما ربحت فيفا، وتبان كامل الاطراف خاسرة، من بين الاتحاد الدولي هو اكبر خاسر في القضية. ريكيب، يكون وصلنا نهاية الفيديو، نتمنى الملخص نال اعجابكم. ما تنساوش تداونا بلايك سبسكرايب وكومنت. نتلاقاو في فيديو جديد. زيوس ويل جو. سلام.